كل عزائي وكل مصيبة تحضر الزهر ومن قلوب شاجر لهيبة تنوح بالحسر عالغريب وعالغريبة تجذب العبر عالغريب. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي استشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العلي العظيم. عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله سبب من الأسباب لاطمئنان القلب. ولاحظ الله سبحانه وتعالى ولم يقل ألا بالله تطمئن القلوب، قال بذكر الله. ما هي الأشياء التي تذكر في الله أو تذكر بالله سبحانه وتعالى؟ قبل أن ندخل في هذا البحث لابد من مقدمة. مرض العصر الآن القلق، الهم، الغم، الحزن، هذا الآن مرض العصر. تعريف الهم، شنو الهم؟ الهم تعريفه بأنك أنت تفكر في شيء في المستقبل لم يأتي عليك الآن. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وضع حل لهذا الأمر، لهذا الهم. شنو قال أمير المؤمنين عليه السلام؟ علاج الهم ما هو؟ قال لا تحمل هم اليوم الذي لم يأتي على اليوم الذي أنت فيه. لا تشيل هم باكر، اولا انت بتعيش لباكر، الباكر او العقب باكر بيدك ولا بيد الله. انت افهم من الله، انت ارحم من الله، انت عندك تخطيط اكثر من الله. خلاص عيش بيومك هذا وباكر بعدين يصير خير. لا تحمل هم اليوم الذي لم ياتي على الهم على اليوم الذي انت فيه. اذا هذا الهم لازم احنا نشيله من قاموس حياتنا. اكو عالم ياباني اسمه اوشو، طبعا لما قال هذه المقولة الدنيا صفقت له، لكن أمير المؤمنين اللي قال هذا الكلام ها سبحان الله، لأن أمير المؤمنين متجاهلين هذه، غير أمير المؤمنين يقول هالكلام العالم كله يصفق له. أوشو شنو قال؟ أوشو قال لا تفكر في المستقبل، لأنك إذا أتاك المستقبل وعشت فيه لن تفهم معنى المستقبل وسوف تفكر في المستقبل الذي لم يأتي، ويكون المستقبل عندك حاضر. شلون يعني؟ يعني أنا بفكر السنة الجاية شلون، هم السنة الجاية، هم أولادي، هم كذا. صارت السنة الجاية، صارت السنة الجاية وخلصت أموري هذه كلها، ما راح أكتفي، راح أفكر شنو المستقبل. هذا صار الحين عندي حاضر صحيح، ما راح أفكر في هذا خلاص أنت عيش، راح أفكر بعد في المستقبل اللي بعد ما أتى، والمستقبل اللي راح يهم نفس العملية هلم جرى. طيب هذا مرض يسمونه الهم، مفروض احنا اعطانا امير المؤمنين العلاج. بعد الغم، ما هو الغم؟ الغم عندما ارى شيئا امامي اغتم لاجله. اشوف واحد من اعزائي من اقربائي، حفظ الله اعزائكم واقربائكم، اشوفه مريض تعبان، اشوفه في حاله صحيه مزريه، في وضع اجتماعي مزري، انا اغتم له، هذا يسمونه غم. الحزن، ما هو الحزن؟ الحزن لشيء حدث في السابق وأنا أشعر به الآن، أحزن عليه، هذه يسمونه حزن. طيب الله سبحانه وتعالى أعطانا علاج،
لأن هذا المرض الغم والهم والحزن والقلق عموماً ذلك كلهم تحت مظلة القلق، هذا كل الله سبحانه وتعالى أعطانا له علاج. شنو قال؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، أتعلم هذه الآية نزلت في من؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا علي، بمن هذه الآية نزلت؟ في من صدق في وآمن بي وآمن بك وبعترتك. فمن يؤمن بالله وبعلي وبعترة علي ما يحوش لا هم ولا غم، بس يحوش حزن. حزن على شنو؟ شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا وشنو؟ ويحزنون لحزننا. المستقبل شلون؟ المستقبل الله قال شنو؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فاصبر صبرا جميلا. ليش؟ فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الآن احنا راح ندخل في صلب الموضوع. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله سبحانه وتعالى أعطانا ضمان وصك أن مستقبلنا زاهر، أن مستقبلنا راح يكون أحسن من الحاضر وأحسن من الماضي. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، يعني الحكم أتى، قضاء الله صار، فلا تستعجلوا، راح أجيكم. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الأيام خطب في أصحابه، متى؟ قبل المغرب بشوي، قبل صلاة المغرب يعني أواخر العصر، خطب في أصحابه. شنو قال؟ والذي نفس محمد بيده. إنما مضى من دنياكم مثل ما مضى من يومكم هذا، وما بقي من يومكم هذا إلا يسيرا. قبل المغرب شوي، يعني راح الصبح وراح الظهر وراح العصر، ايش باقي؟ باقي هذا الثلث الأخير. فيقول اللي راح من الدنيا وايد واللي باقي منها شوية، مثل ما راح من هذا اليوم مالكم وايد وباقي منها شوية. طيب، فاصبر صبرا جميلا. شنو يعني؟ الآن في علم المنطق وفي علم الفيزياء شو يقولون عن المسافة؟ ما يقال للشيء اقترب، ما يقال للشيء اقترب في علم الفيزياء إلا إذا شنو كان؟ إلا إذا كانت المسافة ما بينه وبين نقطة الهدف أقل من المسافة ما بينه وبين نقطة الانطلاق. هذه قاعدة. الهدف شنو عندنا الهدف؟ اصبر صبرا جميلا، فاصبر صبرا جميلا، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. منو؟ عن شنو يتكلم الله سبحانه وتعالى؟ عن المخلص العالمي وهو صاحب العصر والزمان. خروج الامام سلام الله عليه، ظهور الامام سلام الله عليه اللي يكون هو قبل يوم القيامه، زين، هذا قريب، هذا مو بعيد، هذا قريب. الآن شوف علماء الفلك، وأي كلمة أنا أقولها روح ابحث وراي، لما أعطيك مصادر أسماء الكتب روح ابحث من وراي، من أعطيك أشياء جوجل موجود ابحث وطق وشوف، من أعطيك أقول لك وكالة ناسا ادخل في موقع وكالة ناسا، في إذا كان الكلام بالإنجليزي مو بالعربي في ترجمة موجودة في برنامج نسلوين وترجم لك الكلام، راح تشوف الكلام اللي قاعد أقول لك إياه مو افتراء، كلام العلم الحديث مأكد هذا الشيء منه. شو يقول وكالة ناسا؟ شو تقول؟ تقول: ما بقي الآن من عمر الكرة الأرضية، العالم والشمس الآن في عمره الأخير، والآن هذه الشمس أصبحت عجوزة، هذه الشمس عجوزة مشابة في عمرها الأخير. بعد شنو قالوا؟ قالوا: احنا قاعد نشوف، راحوا صوروا في المسبار، هذا التقرير متى طلع؟ المسبار اللي تابع لوكالة ناسا الفضائية صور، وكالة ناسا الفضائية طلعت هذا التقرير. هذا التقرير متى كان؟ سنة 2015. سنة 2015 يعني مو بعيد، 2015. شنو كان تقريرهم؟ يقولون لما رحنا صورنا لقينا أجسام كريات، يعني صخور محيطة بالأرض،
هذه متأهبة، متأهبة حق شنو؟ تريد أن تضرب الأرض، تبي تطق الأرض. زين إذا طقت الأرض شو يصير؟ انتهت الأرض، راحت خلاص. وتقول وكالة ناسا العلماء يعني يقولون أن هذين الصخور محيريننا، ليش ما قاعد يهجمون؟ ليش ما قاعد يطقون الأرض؟ كأنما ينتظرون إشارة، إشارة غيبية. زين تعال شوف كلام الله سبحانه وتعالى، موجود هذا في القرآن ولا مو موجود؟ أم أمنتم أن يرسل الله عليك حاصبا من السماء؟ حاصبا، الحصب، الحصب الحجر. يقولون هذا الحجر ضرب المريخ، يوم من الأيام نيازك منه سقطت على المريخ، وسقطت هذه النيازك المشتعلة المحترقة على الأرض، فلما حللناها لقيناها نفس هذه الأحجار الموجودة الآن على الكرة الأرضية، إذا ضربت الأرض انتهت. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. يقولون أن هذه الصخور راح تضرب، بس متى ما ندري، ناطرة شيء، ناطرة أمر، هل أمر شنو، منو، من منو، ما ندري، بس هذه اللي إذا طقت الأرض تتبعها الرادفة، أكو ضربة ثانية تضرب الكرة الأرضية. القرآن مبين ولا مو مبين الآن؟ هذا نفس التقرير وكالة ناسا، القرآن مبين قبل ألف. والنازعات غرق والنشاط والناشطات نشطة والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. متى فالمدبرات أمرا؟ شنو يعني السابقات؟ السابقات يعني الملائكة تسبق هذا الحدث، الملائكة تسبق هذا الحدث قبل تصير الضربة، الملائكة تسبق الضربة. شو تسوي؟ فالمدبرات أمرا، تدبر الأمور. شنو هذه الأمور؟ اسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو يقول. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتت الساعة فلا يبقى على وجه الأرض مؤمنا. طبعا هذا الشيء متى يصير؟ يصير بعد خروج الإمام وبعد مصرع واستشهاد الإمام، هذه تصير أحداث، الأحداث، أحداث القيامة. شنو معنى كلام النبي إذا أتت الساعة فلا يبقى على وجه الأرض مؤمنا؟ القرآن هنا هذا يبين بأن الملائكة تدبر الأمر، تأخذ أرواح المؤمنين، تأخذهم إلى الجنان، ماكو مؤمن يبقى على الأرض. من اللي يبقى؟ يبقى الفاسق، الفاجر، المنافق، عدو آل محمد، هذيل اللي يبقون. ليش؟ ليش هذيل المؤمنين يروحون هذيل يبقون؟ لأن القرآن شو يقول؟ وإذا الشمس كورت، الشمس راح تكبر في آخر الساعة زمان، فالشمس راح تكبر. يعني شنو تكبر؟ يعني راح تقرب 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 تنزل على الأرض. بعد لما تقرب على الأرض شو تصير؟ إذا البحار سجرت، البحار يعني البحار، الأنهار، المحيطات كلها راح تصير كتلة نارية، كتلة نارية، الأرض كتلة نارية، البحار، الأراضي كلها كتلة نارية. وين؟ أين المفر؟ صحيح ولا مو صحيح؟ القرآن يقول أين المفر يوم يقول الإنسان الكافر الفاسق المنافق أين المفر؟ وين أروح؟ بالسماء ما أقدر أروح، بعد ماكو طيارات تطير، تحترق، ماكو صواريخ تحترق، تذوب، الشمس قاعد تنزل، وإذا السماء كورت. زين والبحار نار سجرت، البحار والأرض حاصب من السماء قاعد ينزل، فهذا وين يروح؟ هذا يحترق بالدنيا قبل الآخرة. فهني الله ما يجمع رعب على قلب المؤمن، فالله هنا سبحانه وتعالى ينزل ملائكته ويرسل ملائكته حتى شنو؟ يأخذ هؤلاء المؤمنين إلى الجنان. هذا معنى لا يبقى على وجه الأرض مؤمنا. طيب هذا في اقتراب الساعة. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة، هذه ضربة تأتي تتبعها الرادفة. شو يصير هنا لما تضرب الأرض تحرق الأرض تتبعها الرادفة؟ هذه الآن الكرة تنقلب بحيث أن المشرق يصير مغرب والمغرب يصير شنو؟ مشرق. ومن علامات خروج الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف أن الشمس تخرج من وين؟ من المغرب وتغيب من المشرق. هذه آية قرآنية موجودة ولا مو موجودة؟ بالنسبة للسؤال اللي سألني أحد الأخوة الأفاضل، قال شنو يعني يسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي. احنا لو نقول سبب هذه الآية، هذا بالعارض لأن وعدت أني راح أبين المسألة. يوم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبب نزول هذه الآية، يوم سألوا النبي جماعة من اليهود أرادوا أن يحرجوا النبي، ايش قالوا له؟ قالوا له تقول لنا عن الروح، شنو الروح؟ من وين الروح؟ شنو هي الروح؟ النبي قال لهم
نزل الوحي. خليني أقول لك شيء على فكرة، قد واحد يقول النبي لما كان ينزل عليه الوحي إيش كان يصير فيه؟ كان يثقل صحيح ويعرق ويتعب. واحد يسأل الإمام الصادق قال له هل نزول جبرائيل يسوي بالنبي هذا الفعل؟ شنو قال الإمام الصادق؟ في فرق ما بين نزول الوحي وفي فرق ما بين نزول كلام الله. انتبه، مو لما الوحي ينزل جبرائيل هذا جبرائيل يتعب النبي، النبي حج على جبرائيل، النبي جبرائيل ما كان يدخل دار الزهراء وعند النبي وهو مرسول من الله حتى يقول آية قرآنية ينزلها من الله، ما كان يدخل باب الزهراء ولا يتجرأ أن يدخل دار الزهراء إلا بإذن من الزهراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق الزهراء يا زهراء هذا جبرائيل عند الباب أتاني مرسول من الله تسمحي له أن يدخل؟ الزهراء إذا قالت ما يدخل ما يدخل. فشلون جبرائيل يمن ينزل على النبي يسوي هذا أعطيك أنا بعد دليل واقعي، رحلة الإسراء والمعراج، البراق. شنو هو البراق؟ البراق دابة سريعة بحيث أسرع من الضوء وأسرع من الصوت وأسرع من كل شيء حتى النبي يقطع هذه المسافات. طيب هذه الدابة خذاها بآلة بوسيلة، لما وصل إلى سدرة المنتهى هي الله سبحانه وتعالى أو جبرائيل شنو قال؟ قال يا رسول الله أنا هذا حدي معاك، أنا هني راح أستأذن والبراق راح يستأذن وانت كمل مشوارك بروحك. قال ليش؟ وكم من سائل وهو به شنو عليمه. قال ليش يا جبرائيل؟ قال انا اذا تقدمت قيد انمله، شفت النمله هذه ايش كثر كم سنتي كم ملي؟ قال لو تقدمت قيد انمله احترق احترق. ليش ليش احترق؟ لان النبي هو النور الحقيقي وهو حج على الخلق والخلائق وجبرائيل مخلوق، فالنبي حج على المخلوق جبرائيل. النبي هو النور الحقيقي، النور الحقيقي والنور المجازي هو جبرائيل، فذا النور المجازي امام النور الحقيقي لا قيمه له. مثل الشمس، الشمس انت الان في النهار لما تروح تشب لك شمعه بالنهار شنو قيمه هذه الشمعه؟ ما لها قيمه امام الشمس، لكن من يكون في الليل اي نعم الشمعه لها قيمه. فأمام النور الحقيقي جبرائيل يتضاءل نوره. بعد وأن في مكان لا يرتقي إليه جبرائيل وهو العرش، وهو مكان من فوق العرش سدرة المنتهى، هذا مكان النبي وأهل بيت النبي، لا جبرائيل ولا أي ملك ولا أي مخلوق يقدرون. فلذلك قاب قوسين أو أدنى، هذا فقط. فالإمام الصادق يقول، مو أنا، أنا ناقل الرواية، الإمام الصادق يقول لا والله جبرائيل عندما ينزل عند النبي ويجلس في حضرة النبي يجلس جلسة العبد المتذلل المتأدب، هذا جبرائيل. قال أي ليش يصير في النبي بط؟ قال هذا قول الله، كلام الله ينزل مباشرة على النبي وجبرائيل يأتي يحمل هذا الكلام. شنو يعني يحمله؟ يعني ما توغل في جبرائيل، يعني جبرائيل حامل الرسالة، مو يعني جبرائيل أعلى من النبي. جبرائيل يحمل، يعني مثلا الطارش انت لما عندك رساله تعطيها حق واحد تقول له ودها الرساله هذه، هذا صاحب الرساله ما يدري شنو فيها، لما يفتح صاحب الرساله يدري شنو فيها، فاذا منو صار اعلم؟ جبرائيل هو الوسيله حتى ياتي بكلام الله، فاذا النبي اعلى من جبرائيل واعلم من جبرائيل. فهنا هذه الرساله عندما تاتي، ولذلك شوف النبي شو يقول، يقول ان الله يا علي، النبي خاطب الإمام علي يقول له يا علي إن الله أطلعني على غيبه وحيا وتنزيلا وأطلعك عليه إلهاما. تعال شوف هذه الآية شو تقول، بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليطلعكم على الغيب، مطلق الغيب عموم الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء. آية أخرى شو تقول، بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر غيبه، شوف غيبه، لأن أكو غيب خاص بالله لا ما حد يعرفه، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الرسل، إلا من ارتضى من رسول، من ارتضى من رسول. يعني الإمام علي شنو اسمه؟ شنو أحد أسماءه؟ المرتضى. المرتضى من من؟ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا من ارتضى من رسول،
يعني هذا الغيب اللي خاص بالله ما حد يعرفه ابدا الا هم محمد وآل محمد. ولذلك الامام الصادق سلام الله عليه ماذا يقول حق المفضل ابن عمرو؟ شو يقول له؟ يقول له والله ان العالم منا ليعلم جناح الطير وهو في الهواء، ومن كفر بذلك ومن لم يؤمن بذلك فقد كفر بالله في عرشه. لان الله قاعد يقول، الله يقول انا اطلع غيب الخاص حق، وانت تقول لا ما يصير. يوم من الايام واحد راح حق الامام الباقر يقول يقولون شيعتك وهم جلوس على نهر دجله، اكو جماعه من شيعتك قاعدين على نهر دجله، يقولون ان الامام الباقر يعلم كيل هذا الماء، يعلم هذا نهر دجله ايش كثر وزنه، ايش كثر فيه، كم لتر فيه. ايش قال له الامام؟ قال له الله يستطيع ان يجعل هذا العلم في بعوضه؟ يقدر ولا ما يقدر؟ قال يقدر. قال وانا اكرم على الله من بعوضته. زين، فيسألونك عن الروحية، وذيل الجماعة يسألون النبي، يعني يحرجون النبي، يعني يحرجونه. شنو الروح؟ قل لنا شنو هي الروح. نزل جبرائيل يقول الله أذن لك أن تتكلم، فقال شنو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. مو يعني لا تتكلم، أنت ما تعرف يا محمد حقيقة الروح يا رسول الله. أنت ما لو قال أنا ما أعرف، هم يعني يحرجون النبي. لو النبي قال أنا ما أعرف حقيقة الروح يعني نالوا بما هم يريدون، صحيح ولا مو صحيح؟ يعني هم أحرجوا النبي، سكتوا النبي. فشنو قال؟ قال الروح من أمر ربي. شنو يعني أمر؟ نحن نعيش في عالمان، عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق يختلف عن عالم الأمر. عالم الخلق شنو هو عالم الخلق؟ عالم الخلق ذكر وأنثى، شو يصير؟ الجنين يأتي، كان إنسان أم كان حيوان؟ هذه بأسباب طبيعية. مزارع يزرع بذرة في الأرض يسقيها تطلع شجرة وتثمر هذه الشجرة، هذا شو يسمونه؟ هذا يسمونه من عالم الخلق بالأسباب الطبيعية. عالم الأمر ما له علاقة بالأسباب الطبيعية، إنما أمره، ولم يقل إنما خلقه، إنما أمره إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، وأمره بين الكاف والنون، ما له علاقة في الأسباب الطبيعية. مثل شنو؟ مثل ناقد صالح، ناقد صالح مو من عالم الخلق، ناقد صالح أتت من عالم الأمر. اخرج يا صالح لنا ناقة من هذا الجبل، طلعت ناقة. اخرج لنا فصيلها، طلع فصيلها. عيسى مو من عالم الخلق، عيسى من عالم الأمر. آدم مو من عالم الخلق، آدم من عالم الأمر. حواء مو من عالم الخلق، حواء من عالم الأمر. فيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي من عالم الأمر وليس من عالم الخلق. ليش؟ لأن الإنسان الأب والأم أو الذكر والأنثى هما بالممارسة اللي شو يصير؟ تطلع هذه الحويمن وتلقح البويضة، وش يصير؟ يصير الجنين. من المسؤول عن هذا الجنين؟ الأب والأم، صحيح؟ الأب والأم، الذكر والأنثى. بس الأب والأم يقدرون يخلقون الروح؟ ما يقدرون يخلقون الروح. فالروح وين صار؟ مو من عالم الخلق، صار من عالم الأمر. لذلك ممكن هذا الجنين، ولذلك شوف حكمة الله، متى صار الجنين؟ متى يكون الجنين روحه؟ متى تصير الروح؟ متى تبعث في الجنين؟ في الشهر الرابع. وما أكده العلم الحديث، وهذا حديث إعجاز علمي للنبي، أن في الشهر الرابع، ويبين لك مراحل الجنين، وحديث الإمام الصادق عن كم عظم وكم خلية وكم عضل وكم عرج، بين الإمام الصادق هذا كله إعجاز ولا معجاز عن الجنين كله بينه. فالشهر الرابع يصير الروح تلج في الجنين. فإذا شو يصير؟ هذا بيان، ترى أنت يا الأب ويا الأم ما خلقته هذا الجنين بكامل، لو خلقته كان خلقت الروح معه. كم من جنين يخرج وهو ميت، صحيح ولا مو صحيح؟ فإذا عالم الأمر يختلف عن عالم الخلق. نرجع إلى موضوعنا. إذن أكو خلق آخر، في شيء اسمه طول وعرض وزمن. في الآن في عالم الزمن، هذا متى يصير؟ متى يصير هذا الشيء؟ خروج الإمام، نحن نعيش الآن في الزمن، هذا الزمن. قبل كانوا مكتشفين ثلاثة أبعاد، طول وعرض وارتفاع. الإنسان إذا كان في البحر شنو يحده؟ يحده طول وعرض. الإنسان إذا كان طائر فوق السماء شنو يحده؟ يحده طول وعرض وارتفاع. أكو بعد رابع اللي يقولون اكتشفه أينشتاين اللي هو الزمن، وهذا مو مكتشفه أينشتاين، قبل أينشتاين نصير الدين الطوسي هو مكتشف الزمن.
بس قلت لك لأن أي شيء محسوب على ملاك أهل البيت مهمش. نصير الدين ليش لا تروح بيت؟ أينشتاين بنفسه لما قعد مع أو رسالات اللي صارت مع السيد البروجردي لما قال له سيد البروجردي أن نظريتك هذه النظرية النسبية ترى موجودة في القرآن الكريم. شلون موجودة في القرآن الكريم؟ لما قال له قضية الإسراء والمعراج انبهر أينشتاين، وصارت أكثر من رسالة بينه وبين السيد البروجردي في هالقضية هذه. ولما أطلع على نهج البلاغة عرف أينشتاين حجم الحقيقي، عرف حجم الحقيقي شنو هو أمام علم أهل البيت وعلم أمير المؤمنين. واللي يحب يراجع يشوف شنو صارت ما بين المراسلات ما بين أينشتاين والسيد البروجردي. على كل حال، فإذا هذا البعد الرابع بعد الزمن. الزمن حي أم محي؟ الزمن حي، وإن من شيء إلا يسبح شنو بحمده. طيب، هذا الزمن يحفظ لنا الأعمال، يحفظ أعمالنا. شلون يعني يحفظ أعمالنا؟ وما شوف الله سبحانه وتعالى جعل ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه إمام مبين. الله شو يقول؟ وعنده كتاب حفيظ، وعنده كتاب حفيظ وكل شيء في كتاب حفيظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. يعني هذا الكتاب الحفيظ وين موجود؟ في إمام مبين. حاميم والكتاب المبين. يسأل الإمام الباقر شنو يعني حاميم والكتاب المبين؟ أي كتاب هذا؟ قال حاميم اختصار لاسم جدي محمد، والكتاب المبين هو جدنا علي بن أبي طالب. زين، هذا الزمن صار عندنا ماضي وحاضر ومستقبل. ليش؟ لأن هناك ثلاثة أجسام. شنو؟ في جسم مادي، وفي أجسام لطيفية، وفي أجسام ألطف من اللطيفية. راح نبين هذه موجودة في عقائدنا، هذه عقائد الإمامية، هذه موجودة، والآن العلم الحديث أكد. راح نبين شنو من خلال القرآن. الجسم المادي هذا الجسم الكثيف، شنو يتجسد؟ يتجسد بالإنسان والحيوان والجماد. هذا مادي يعتبر، أنا وياك ماديين يعتبر، صح ولا مصح؟ طيب، الجسم اللطيف شنو هو الجسم اللطيف؟ عالم الملائكة، عالم النور، عالم النار، عالم الجن، هذا يسمونه جسم لطيف، أنت ما تشوفه، هذا شيء يسمونه اللطيف. طيب، شوف القرآن شو يقول. بسم الله الرحمن الرحيم، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره شنو؟ 1000 سنة مما تعدون. يعني الملائكة اليوم اللي عندنا احنا كألف سنة، هذا اليوم الواحد عند الملائكة مثل 1000 سنة. شوفوا شلون الفرق. ليش؟ لأن احنا أجسام مادية كثيفة صلبة، وهؤلاء أجسام لطيفية. اليوم الواحد مثل 1000 سنة. طيب، في آية أخرى شو تقول؟ هذا حين الجسم اللطيف. الجسم الألطف وهو الأعلى رتبة ومقاما وشرفا وعظمة، شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تعرج الملائكة شنو والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما، شوف صار 50,000 سنة، هناك 1000 بالملائكة، 1000 احنا الماديين يوم، 1000 سنة الملائكة عندهم يوم واحد، احنا 1000، لكن لما صارت الروح مع الملائكة شنو صار؟ 50,000 سنة مما تعدون بواسطة الروح. الروح من هم؟ ومن هم أوجدوا الروح؟ وسبب الروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي هو نور محمد وآل محمد. حيث ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ خلقني الله أنا وعلي من نور واحد، قبل أن يخلق الله آدم 14,000 عام فاشتق هذا النور، نور صار في صلب عبد الله ونور صار في صلب أبي طالب، حيث لا ملائكة لا زمان. في الزمن الأول، في الزمن الأول اللي ما في ليل ولا نهار ولا شيء. ولذلك لما يسأل جابر بن عبد الله الأنصاري أول شيء خلقه الله شنو هو يا رسول الله؟ شنو أول شيء خلقه الله؟ قال نور نبيك محمد يا جابر. هذا النور، ومن ثم خلق الأشياء. ولذلك يقول الروح هنا أعلى من عالم الملائكة. هللنا فهللت الملائكة، سبحنا فسبحت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة. صحيح ولا صحيح؟ الرحمن علم القرآن بعدين خلق الإنسان. علم القرآن، علم منه؟ علم النبي وأهل بيته. طيب، هنا الآن هذا عالم الروح.
صار أسندت الملائكة، فلما أسندت الملائكة صار، ولذلك هذا في إسراء المعراج جبرائيل اللي هو من عالم النور ما قدر يتعدى ويتخطى ولا البراق، ولكن النبي صعد بأريحية وراح وقاب قوسين أو أدنى، فإذا هم الأجسام، ولذلك هذا لا يكون إلا للجسم العالي. ولذلك شو تقول الآية؟ ما لك؟ ليش ما سجدت؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ العالين منه؟ الملائكة سجدوا لآدم، وآدم هو المسجود له، وإبليس هو اللي ما سجد. إذن في طبقة اللي هم ما يسجدون لآدم، والملائكة وآدم كلهم يسجدون لهم المفروض. من هو ذيل العالين؟ من هو ذيل؟ وين هم؟ العالون هم محمد وآل محمد. إذن فحقيقتهم لا ترى وحقيقتهم لا تمس. ليش؟ لأنهم أنوار. أعطيك مثال حي واقعي، شايف النجوم هذه؟ النجوم اللي إحنا قاعد نشوفها هذه شنو؟ هذه مو نجوم، هذه آثار النجوم، مواقع النجوم، لأن إحنا في الحاضر وهذا النجم كان في الماضي، فلا نستطيع، لو كان النجم في الحاضر لما استطعنا رؤيته، لاحترقت الشبكية ما نستطيع رؤيته، فلذلك الله يقسم بهذا، فلا أقسم بمواقع النجوم. فلذلك تشوف نفسه هذا موسى اللي أمس مر عليك في موسى، ليش ما قدر يتحمل هذا النور اللي يقول عنه الكاظم، هذا النور الذي تجلى لموسى وخر موسى صعقة، هو نور جدنا النبي محمد؟ لأن ما قدر يستطيع أن يتحمل، لأنه نورهم لا فكذلك هذا النجم الله أعطانا. بعد شنو قال؟ العلم الحديث أكد أن أكو أشياء، وكالة ناسا، روح راجع الكلام اللي أقوله شوفه صحيح ولا مو صحيح، أكدت بأن هناك أشياء صورية ممكن إحنا نخليها حركية، أشياء صورية ممكن نخليها حركية لأن الصور لا تضمحل. هذا في حياة الإمام الكاظم وحياة الإمام الصادق وحياة الإمام الهادي، أيام الكاظم مع المتوكل، الصادق مع المنصور، الهادي الكاظم مع هارون، الهادي مع المتوكل، شنو؟ نفس العملية جرت، يابا واحد ساحر حتى يستهزئ بالإمام الكاظم، ساحر من الهند، والإمام الكاظم هارون أتى بالكاظم عليه السلام وليمة وناس وقاعدين وعزيمة إلى آخره، فالإمام أراد أن يأكل الخبز، فهذا المشعوذ الساحر الهندي سوى شعوذته هذا بحيث أن الخبز طار، يبي الإمام يبي يأكل الخبز، الخبز طار، فماذا فعل الإمام سلام الله عليه؟ أكو رسمة مو صورة يعني مجسم تمثال مجسم، رسمة صورة أسد، أشار الإمام إلى الأسد، خاف حين واحد يقول غلو راح أبين لك شلون مو غلو، إذا غلو القرآن كله غلو عيل، القرآن كله غلو، ليش القرآن كله غلو؟ آصف بن برخية قاعد في مكان يجيب عرش مسافة 5000 كيلو متر من سبأ إلى الشام، ها؟ هذا شنو هذا؟ خرافة هذه، صحيح ولا مو صحيح؟ يلا خرافة هذا، خوار من تمثال من جاموس بعير ما أدري بقر ما أدري شنو كان، المهم هذا تمثال مجسم مصنوع من حديد مصنوع من خشب، زين هذا السامري خلى فيه حياة، قام يصير له خوار، طلع له صوت خوار، هذا كان موجود، نملة سمعت كلام نبي الله سليمان هو طاير في السماء على بعد ما أدري كم ألف قدم يسمعها وينزل ويسمع وتضحك ويضحك وبعدين تقول له ليش انت يعني عبالك انا مو شايفك وانا حجة الله على خلقي وانا فوق يعني مو شايفك، تقول له لا ادري انك انت شايفني بس خشيت بان النملة يرون عظمتك فيلهون بعظمتك عن ذكر الله. هذا الهدهد يروح يشوف مستغرب انه ليش اكو ناس يسجدون للشمس من دون الله، هذه البقرة الميتة او جثة المقتول يبون ضربوها ببعضها، شنو يعني يابوا ذيل وبقرة وضربوا على الجثة والجثة حيت، هذه شنو تسميها أنت؟ هذا كله قرآن. عصا موسى تنقلب حية وتأكل الحياية وسنعيدها إلى سيرتها الأولى، شوف هذا كله يعطيك دستور القرآن. فالإمام موسى قال يا أسد الله كل عدو الله، فقام هذه الصورة صارت أسد حي، أسد حي والتقم هذا الهندي المشعوذ. صلى الله عليه وسلم على محمد وآل محمد.
ترى والله احنا عقولنا ما تتحمل زين، تدري ليش؟ لان احنا ناس بسطاء، بسطاء ما نتحمل الانوار اللي تقدر تفهمه فهمه، ما تقدر. تدري ليش؟ انا لما اعطيك مساله فيزيائيه ما تعرف تحلها لا تقول في علم الفيزياء خرافه، قول انا عقلي ما يتحمل، ما اعرف المساله احلها خلاص. دام ان القران ذاكر انت حط لسانك بحلجك واسكت، لان القران ذاكر، لان النبي ذاكر، وهذا شغلنا احنا، شغل رجال الدين، احنا نشوف هذه الروايه صحيحه ولا مو صحيحه، شغل العلماء، شغل المفكرين، شغل المحققين، اكو شيء اسمه علم الرجال، اكو علم الحديث، اكو علم الكلام، اكو علم الاصول، علم المنطق، علم هذا مو شغلك انت، انت عليك انك تاخذ الزبده اللي احنا قاعد نتعب فيها سنين وسنين وسنين بحث ودراسه ونعطيك اياها على طبق من فضه. انت الحين يعني سبحان الله خياط، خياط بيخيط لك دشداشه، انت تقول والله انا ما اعرف هذا خياط، هذا شغله انا اخرب الخام. انت هني الخياط ما قدر تاخذ شغله، الميكانيكي مو قادر تاخذ شغله، شغل العلماء والمفكرين وشغل المراجع تبي تاخذ شغلهم؟ ما يصير. فقام الامام اشر حق الاسد، الاسد قام واكل هذا المشعوذ، هارون وجماعته خروا سجدا لموسى الكاظم وتوسلوا برسول الله، يعني حلفوه برسول الله، ارجع هذا. قال مثل ما رجع الله عصا موسى الى سيرتها الاولى بعد ما انقلب الثعبان انا ارجعه، ورجع هذا الهندي. فاذا شنو هما؟ اذا شئنا شاء الله. شفت الحديث؟ تقرا زياره الجامعه ولا ما تقراها انت؟ اقراها شوف شو يقولون الائمه صلوات الله وسلامه عليه. انت شلون تطمئن؟ قلبك شلون يطمئن؟ يطمئن بهم الا بذكر الله، هم ذكر الله. شوف لاحظ الايه شو تقول، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين امنوا وعملوا الصالحات، بعد شنو؟ وامنوا بما نزل على محمد. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وآمنوا بما نزل، شنو اللي نزل على محمد؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنت لما تكون معاهم شو تصير؟ تكون مرتاح البال. البال شنو هو البال؟ أنت بيقول الله يصلح بالك، الله يريح بالك، ترى البال مخلوق، احنا قاعد نقولها وما ندري، البال مخلوق. الآن العلم الحديث أكد بأن البال موقعه في العقل، في الفكر، والفكر موقعه في العقل، والعقل مخلوق ولكن مخلوق معنوي، فالبال مخلوق. الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف وما تنافر منها اختلف، ولذلك هذه قاعدة قالها النبي، قاعدة علمية. وشيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. تعال شوف شلون الجنس لجنسه أميل، هذه قاعدة. شلون هذا الجنس لجنسي أميل؟ قاعدة علمية قالها النبي، فجرها في إعجاز العلمي. شو يقول الآن العلم الحديث أثبت؟ أنت مرات تشوف واحد من أول نظرة ترتاح له، مرات تشوف واحد من أول نظرة ما بينك وبينه معرفة، كأنه بينك وبينه ثار، صحيح ولا مو صحيح؟ ما ترتاح له. ليش؟ العلم أثبت الآن، ولذلك يقول لك، يقول لك المولود في بطن أمك، ما في حديث للنبي كل أعماله مكتوبة معه. الآن العلم الحديث أثبت أن الجنين وهو في بطن أمه أكو شريط ذاكري موجود عنده يخلق معاه، من يطلع هذا الجنين من بطن أمه أي شيء يعمل الإنسان هذا يسجل يسجل يسجل. وين يكون هذا الشريط موجود؟ في الناصية، في مقدمة الجمجمة هذه، يسجل يسجل يسجل. سيماهم من أثر سجود، صحيح؟ زين، سيما في وجوههم من أثر السجود. طيب، كل شيء يبين في وجهه. إذا كان هذا الإنسان مؤمن وأنت مؤمن، فإذا هذا يكون فيه تجاذب. ليش؟ لأن الناصية أمام الناصية، فأشياء المخزنة أشياء مريحة وأنت كذلك أشياء المخزنة مريحة، فيصير فيه تجاذب، فيه تجاذب. أما إذا هو راعي خمر ومخدرات وفسق وعربدة وغناء وفجور وأنت عكس هذا، فيصير تنافر، أكو تنافر يصير. ولذلك العلم الحديث أكد، شوف النبي يقول إن واحد بيتزوج تكون الرؤية الشرعية لازم يشوفها وتشوفها الرؤية الشرعية. الآن العلم الحديث أكد، يقول الواحد إذا بغي يخطب وحدة فخلي يقعدون مع بعض، بس لما يقعدون مع بعض لا تكون المسافة أكثر من مترين وثلاثة وأربعة، لأن كل ما ابتعدت راح تكون الجاذبية، الذبذبات تضعف، أكو ذبذبات موجودة في الإنسان، كل إنسان عنده ذبذبات.
فإذا كانوا موجودين خلال متر قاعدين مسافة متر متر بينهم، فالذبذبات تكون فعالة نشطة. فإذا كانوا على جنس بعض، الجنس لجنسه أميل، فيتوافقون ويلتأمون مع بعض، فتكون في توافق بالذبذبات. أما إذا كان كل واحد بوادي فيصير في تنافر. هذا العلم الحديث أكد، والنبي قبل 1400 سنة قايلها. طيب، إذن الزمن هو يعتبر ماضي وحاضر ومستقبل. حق منو؟ حق الأشياء المادية، مو حق الأشياء اللي فوق الزمن، الأشياء الروحية ذات الجسم الألطف واللطيف. يسأل الإمام الباقر: لماذا أهل الجنة لا يهرمون؟ ليش ما يشيبون؟ ليش ما يكبرون؟ قال: لأنهم تعدوا شنو؟ نطاق الزمن. الموت للجسد والحياة للروح، فالروح تكون خارج نطاق الزمن فلا تهرم. الجنة ما في زمن، خارج نطاق الزمن. يسأل الإمام الباقر: الميت إذا حطوه في قبره إيش كثر يطول عذابه ونعيمه؟ شنو قال؟ إحنا للأسف عبالنا إن شنو ذا واحد مات في قبره وحطوه إنه يقعد سنين ويتساءل. لا لا لا، مو بالطريقة هذه. في شيء يسمونه كثافة الزمن. شنو كثافة الزمن؟ هذا يصير في الاحتضار. في الاحتضار يصير شيء اسمه كثافة الزمن. أما الميت كما يقول الباقر سلام الله عليه: مجرد ما أن يوضع في قبره، هذا الميت مجرد ما أن يوضع في قبره ويذهب عنه قومه انتهى حسابه. ليش؟ خارج نطاق الزمن الآن، خارج نطاق الزمن. فهنا كثافة الزمن شو يصير؟ الآن العلم الحديث تو أكدها، النبي قايلها. شنو قايلها؟ قايل: الإنسان المحتضر يرى أعماله كشريط أمامه. قبل في بعض الملحدين من يسمعون الكلام يضحكون، الآن العلم الحديث أكد. شو يسمونه؟ يسمونه كثافة الزمن. إن الإنسان إذا مات يحضر كل ما عمله في حياته في شريط أمام عينه، مو عينه هذه، عينه في العقل الباطني اللاواعي. اللاواعي في عندك أنت عقل واعي واعي وفي عقل لاواعي. الإنسان هنا في حالة الاحتضار كل الأشياء اللي عملها في حياته في الدنيا تحضر عنده في هذه اللحظة، لحظة الاحتضار. العلم الحديث يسميها كثافة الزمن، كثافة الزمن. ليش الإمام الحجة يسمونه صاحب العصر والزمان؟ لأن الإمام لا يخضع إلى مقاييس الزمان، فلذلك يسمونه شنو؟ صاحب العصر والزمان. أعطيك الخلاصة، يقول الإمام الصادق: خلق الله الأشياء من المشيئة، وخلق المشيئة من نفسها، ونحن المشيئة. زين، هذا الزمان. ولذلك احنا ليش نخاف من الموت؟ بالعكس، الموت شيء حلو للمؤمن، لانه راح يتعدى نطاق الزمن، راح يشوف الاشياء. انت الحين كما في الاحاديث وكما اثبت العلم الحديث، الأرواح بعد الموت تذهب في عالم آخر، عالم اللامحدود. عالم اللامحدود توقف على أسوار البيوت تشوف أهلها، إحنا ما نشوفها، تروح وتي وتسبح. فإذا شنو معناته؟ إحنا قصرنا محدود، لكن هم قصرهم نظر. مثل الحبة العرني لما أمير المؤمنين وقف الجبانة شنو قال؟ طول طول طول، الإمام قاعد يتكلم ويسولف بس هو ما يدري مع منو يتكلم وشنو الكلام، ما قاعد يسمع بحبة العرني. فقال له: مولاي أفرش لك ردائي وتقعد عليه. قال: وما هي إلا مزاحمة مؤمن. قال: وين وين المؤمنين؟ قال: لو كشف لك الغطاء لرأيتهم أنوارا يتدارسون يتذاكرون. أعطيك بعد، أزيدك من الشعر بيت، كلام الإمام الباقر مو كلامي. يقول الإمام الباقر أن في القبر أكو تدريس، في القبر أكو مذاكرة، أكو دراسة. فإذا عالم لا زمن هذا بحث في خارج نطاق الدنيا، عالم الحاضر والمستقبل والماضي فقط للإنسان المادي. أعطيك دليل، أعطيك دليل. هذا المجلس الآن، إحنا قاعدين في المجلس، هذا الوقت شو يسمونه الحين عندنا؟ حاضر، صحيح؟ حاضر. طيب، في واحد بيجي الحسينية يدخل، يقولوا له: وين بتروح؟ والله يقول: بروح حسينية آل ياسين. بالنسبة له هذا المجلس شنو؟ مستقبل، لأنه بعد ما وصل. في ناس قاعدين وطلعوا، يسألونهم برا بالشارع: وين كنت؟ كنت في حسينية الياسين. واحنا الحين قاعدين، شنو يكون بالنسبة له؟ ماضي. صار ماضي وحاضر ومستقبل في آن واحد، صحيح؟ هذا حق منه؟ حقي أنا وأنت أصحاب الأجسام المادية الكثيفة.
أما في عالم الله زمن، عالم الله وعالم أهل البيت وعالم الملائكة، ماكو شيء اسمه ماضي وحاضر مستقبل، لأن يطالعون هذه الأشياء كلها محصورة عندهم كلها. وإذا أكو بعد في النهاية والأخير وأختم، أكو إن شاء الله غدا كلامنا عن الطاقة الإيجابية في من خلال منظور أهل البيت، الطاقة الإيجابية والسلبية من خلال منظور أهل البيت والقرآن. أكو شيء اسمه محاكاة الزمن. شنو محاكاة الزمن؟ وأختم. النبي صلى الله عليه وسلم إعجازه العلمي كان يقول قبل 1400 وكسور سنة: لا تسبوا الدهر فيسبكم الدهر وتؤثموا. الآن أكو شيء اسمه محاكاة الزمن. لا تقول الله يلعنها اليوم شكل حار، راح يرد عليك الزمن. خليك حبيب مع الزمن، الزمن يحبك. هذا باكر راح نبين إن شاء الله. أعطيك قصة وأختم. معروف قصة الدكتور إيشان، دكتور عالمي معروف حصل على جائزة نوبل اسمه إيشان. أكو مرة، هذه المرة عندها حفيد من أبوين ماتوا. هذا الحفيد مريض مشلول، قاعدين في منطقة نائية، ما عندهم طاقة أن يروحون العاصمة حتى يعالجون هذا الحفيد، اليد تعالج هذا الحفيد تعالجه. فكانت دائما تدعي، شوف قو علاقتك مع الله وأهل البيت، ها قو علاقتك مع الله، قو علاقتك مع أهل البيت. دائما تدعي 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 في صلاتها بأن يهيئ لها الأمر أن هذا الحفيد يتعالج. صار يوم من الأيام تاريخ أن هذا الدكتور إيشان يكرمونه، يكرمونه يعطونه جائزة نوبل. فجأة الطيارة تعطلت. شوف الزمن شلون مقادير الزمن. شي يقول الأمير المؤمنين سلام الله عليه: اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم في مقادير تبرجه، في مقادير تبرجه. مقادير قدر، هو يسوي القدر، الأبراج، هو الأبراج علم أمير المؤمنين، هو اللي سماهم العذراء الحوت القوس، هذا كله من أمير المؤمنين. وصلي على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك بأسبابي من حبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعمل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. إذ ما اللي ما كان في شيء، ما كان في شيء، هم كانوا بس. فالطيارة تعطلت، أخذ سيارة، السيارة المفروض يروح بعد 3 ساعات يوصل للمكان اللي يبيه. طقت، نزلت أمطار كثيرة قوية، فقال ما نقدر نوصل نكمل رحلتنا. قال في بيت، قال خل أنزل في هذا البيت. طرق الباب أساس يتصل تليفون، دخل البيت، مرأة عجوز، قال ممكن أستخدم التليفون؟ قالت لا ما عندنا تليفون وما عندنا كهرباء. قال زي ممكن أنتظر شوي بس على ما المطر يخف وشو. قالت تفضل. راحت المرأة تصلي وتدعو، شوف العلاقة، واحذر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يرد ولا يحجب. شوف الدعاء، سلاح المؤمن الدعاء كما قال أمير المؤمنين. فقامت تدعي تدعي، فالتفت الدكتور شاف أكو مهد سرير وفي طفل مريض ما يتحرك. بعد ما خلصت صلاتها قال لها: شنو هذا الطفل؟ قالت له: يتيم حفيدي هذا، أبوه وأمه ماتوا في حادث، وهذا صار هالمرض فيه. وما قالوا فيه دكتور اسمه إيشان، أكو دكتور اسمه إيشان هو اللي يقدر يعالجه فقط، وأنا ما عندي إمكانية أني أروح. فبكى هذا الدكتور، قال: يا سبحان الله، الزمن عطل مقادير الحياة حتى أصل إليك، أنا الدكتور إيشان. هذا الدكتور إيشان الله سخره ويابه حق هذا. أنت لما تقوم من النوم تقول السلام عليك يا صاحب الأمر والزمان، أدركني، ما يدركك؟ صحيح ولا مو صحيح؟ صاحب الزمان هو يقلب المقادير، هو بيده، صاحب العصر والزمان. أنا حج على الزمن والزمان كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. فلذلك الملائكة لما نزلوا على الحسين في يوم العاشر من المحرم أو في طريقه لكربلاء قالوا له: السلام عليك يا أبا عبد الله. شوف حج على الخلق والخلاق. قالوا: نحن الملائكة الذين نزلنا على جدك يوم بدر، ونحن مؤتمرين بأمرك، أمرنا حتى نكون معك ولا يصل إليك يزيد. قال: لا، ومن يكون ساكن حفرتي؟ أنا هذه الأشياء اللي بسويها بسويها قربة لله. قال: أنت سيد شباب إلى الجنة ومكانك محفوظ. قال: ولكن أنا أريد لله. ولذلك يوم العاشر من المحرم شنو قال الحسين بعدما فقد كل أهله وأحبته وأصحابه، كل ماكو حد بس هو الحسين، شنو قال؟ قال: إلهي، تركت الخلق طرا في هواك،
وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب، ما قال بالسيوف، الحب هذا حب، هاي الضربات في جنب الله محسوبة لك يا رب العالمين، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. الله أكبر. هذا الحسين في يوم العاشر من المحرم كل ما تيل ضربة، كل ما تيل نبلة، كل ما تيل طعنة برمح، شو يقول؟ يقول هكذا ألقى الله، هكذا ألقى الله. زينب سلام الله عليه حتى تشوف، شوف هذا العلم، علم الأئمة ماكو شيء يحجب عنهم أو غير. الحصان، حصان الإمام الحسين، من شاف الحسين سقط على وجه الأرض، شو اللي سقط الحسين؟ سقط هذا السهم المثلث ذات ثلاث شعب وكان مسموما. الحسين من طلع هذا السهم من قفاه من ظهره واسند على قربوس فرسه، خرج ثلث قلب الحسين، أخذه النزيف وسقط. لما سقط الحسين الحصان ماله قال له، يعني كأنما يقول له يا أبا عبد الله أصعد على ضرخ لأوديك للخيمة. الحسين ما عنده موجة، قعد الحصان عند الحسين قعود، يعني يا أبو علي إذا ما تقدر تصعد على ظهري أنا قعدت بس أرمي بنفسك علي أوديك. ما راح الحسين، سوى حرك رقبتها الحصان وأعطاه العنان، يقول له أمسك، أمسك هذا العنان واصعد. فلما شاف ما في مهجة سوى الحصان لطخ ناصيته بدم الحسين وذهب يصرخ وهو يقول الظليمة الظليمة من أمة قد قتلت ابن بنت نبيها. عند ذلك يقول الإمام الباقر، هذا الكلام هو فسره وترجم الإمام الباقر، يقول نادى الحصان الظليمة الظليمة من أمة قد قتلت ابن بنت نبيها. يقول الإمام الحجة صاحب العصر والزمان ولما رأينا جوادك يا خايا خاليا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدور بعد العز مذللات على الخدود ناطما يا 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 فواحدة تحنو عليه تضم وأخرى بفيض دمي وجهها تصبغ. أما زينب، زينب سلام الله عليها لما قتل الحسين شنو صار؟ هبت ريح سوداء وبعد عج الخيل لما لعبت على صدره ها والخيول وراحوا للخيم وحرقوا الخيم. تذكرون قبل كم يوم الغبر اللي صارت عندنا والدنيا حمرة، احنا حاشنا شوي من الرعب شوية من الخوف، عيل زينب والأطفال ذاك الوقت صار فيهم ها، ساعد الله قلبك يا مولاتي يا العقيلة. شو تقول زينب؟ تقول خويا يا يا خويا خويا نطرت أنا طرت الزلم والخيل والنوار، أنا طرت الزلم والخيل والنار أولا همني عجل غبا وورا أخويا نجيت أشوف إيش صار ما صار لقيتك يا أخويا على رمل ودر الرمل حار. الله، لأن الحسين كان عاريا تجعلوه على رمضاء كربلاء. زينب هنا وين توجهت؟ ما عرفت الحسين طبعا، في رواية يقول راح قبل المصرع وفي رواية بعد المصرع. لما رأته بهذه الطريقة بيت الدعاء وأسألك الدعاء توجهت وين؟ إلى المدينة. تقول يا محسن يا محسن يا يمة تعالي يا محسن يا محسن يا يمة تعالي تعالي وشوفي كربلاء سوت بحالي يا يمة يا يمة اخوتي كلها مجت لقبالي يا يمة لا يعوقي عني تراب البقيع يا يمة تعالي شوفي عبد الله الرضيع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم.
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله بمحمد وآل فرج عنا، عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اشفي كل مريض، رد كل غريب، اقضي دين كل مدين. اللهم كل صاحب حاجة في هذا المجلس اقضي حاجته. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، فأطل أعمارنا في طاعتك يا رب العباد. اجعلنا في يوم عرفة ممن أحتقتهم من النار، وجعلناها من زوار الحسين يا الله. المؤسسون تقبل عملهم إلى أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نودي ثواب الفاتحة مع الصلوات. كل عزائي وكل مصيبة تحضر الزهر ومن قلوب شاجر لهيبة.